نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا لا فيديو هذه، مرحبا بكم لما فيديو جديد، فلوج جديد، روتين جديد في القناه، احداث جديده في القناه. ان شاء الله تعجبكم لا فيديو ديال اليوم، وما تنساونيش ملي لايك ديالكم. واذا كنتو جداد على القناه اول مره كتشوفوني، ما تنساوش انكم ديروا سبسكرايب للقناه عائليه. قناه اللي هي كتقدم فلوجات روتينات بزاف ديال الحوايج. اليوم بديت لكم لا روتين ديالي هنايا في الدار الجديده، حيت اليوم التنظيف، غنرتبوا ان شاء الله الحويجات في بيت الملابس اللي هو الدريسينغ روم. غادي يوصلونا بزاف ديال الحوايج زوينين، خليكم مع لا فيديو. المهم انا بديت دابا اليوم ان شاء الله، جبت هادو اللي كانوا عندي فيهم الصبابط، مسحتهم وغنعاود نمسحهم دابا. درت لهم بحال هكا باش غادي يجيوني ان شاء الله فيهم التحتاني، غندير فيه الحوايج التيليه ديال دابا ديال ولا غندير فيه ديال وقت الصيف، والفوقاني حيت قريب ليا غندير فيه ديال وقت البرد. بينكم البنات في هذه اللحظه هذه كنقول فين كصاحبتي سناء، فين كسناونه، وفين كسناء. عرفتوا علاش؟ سناء كتحماق على شي حاجه سميتها الطويان ديال الحوايج، وكتفنن في الطويان ديال الحوايج، وكانت وعداتني انني نهار اللي نرحل غاتي هي اللي غطوي الحوايج، ولكن ما كتبش على حكم بحكم ان البعد هي في سلاو وانا بعيده عليها بزاف، وعاد وليدها ما شاء الله تبارك الرحمن كيقرا، يعني ما عندهاش الوقت كيفاش تجيب بلاصه وتجي لعندي. ولكن سناء نهار اللي تجي غندخلك للدريسينغ وغنخوي لك داكشي كله وعاودي طويه وبردي لي الغدايت. انا كنكره شي حاجه سميتها الطويان، عادي تيقول لي غير وقتاش غيخرجوا شي ماكينه كطوي الحوايج باش نشريها لك ونتهنى من الصداع. شكون بحالي البنات كتكره شي حاجه سميتها الطويان؟ نقدر نصبر في اي حاجه، نحدد الحوايج، نقد كلشي، ماشي كنكرهو بديك داك المفهوم، ولكن ما كنبغيش نطوي الحوايج كثار. وكيف ما شفتوا انا من النوع اللي كيطوي الحوايج وانا واقفه ما تنحملش، انا من داك النوع اللي ما كنقدرش نبقى جالسه وكنطوي ونهضر ولا نطوي وكندير شي حاجه اخرى ولا نتفرج ولا ما كنقدرش. خصني ما حد كنطوي نعطي الوقت لهذيك الحاجات اللي كنطوي ونقادهم بخاطري وداكشي، وكيعصبوني ملي كيكونوا كثار، اذا ما تنحملهمش. ما كنحبش الطويان يعني يكون كثير، يعني خاصني سناء، خاصني سناء. ويك ويك الحق. وسناء فينك؟ درنا السيكوره ديال التلفازه الكبيره، واخا هاد الحيط باقي غيتقاد ان شاء الله غنديروا له البابي بان ديال تحجرت، ياك غنديروا له ان شاء الله هكا البابي بان ديال تحجرت. اختارينا واحد اللون، اللون اللي اختارينا غزال. الا درتي البابي بان غادي تيتحفر، غيخسر لك بابي بان. بون بالزمن خاصك تصبق غير راه تقدر ما ديروش كاع لديك البلاصه اللي فيها السيبوره. علاش؟ بون انت دوموندوتي صافي، دوزتي لا كوموند، تركب هادو ديال التلفازة، التلفازة الكبيرة.
عادي ما يسهلش الله تبدلنا التلفازه ديالنا ما كبر منها ان شاء الله. ناوي ناوي ياك هادي تيحماق على التلفازات الكبار. دابا عندنا هادي 58 ولا شمن رقم ياك وباغي شنو هي هذيك اللي بغيتي شحال كدا و 60 هاي 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 قالك فوق ما قلناش كدا و 60. المهم راه جبنا اليوم كلشي صافي تقريبا بقات غير الثلاجه والكون ديال التورت تما في الدار. سيليا وصلها الالعاب ديالها كاملين شوفوا كي جالسه انا كيف ما شفتوا معايا راه كنطويلها حوايجها. باقا كرتون اخرى نحيد عليا غير هاد الروينه هادي وباقا كرتون اخرى خصني نجيبها نطويها وفي نفس الوقت كنحيد دوك اللي ما بغاتهمش كنحطهم ليه. حبوبينا الجيران اول نهار لينا في الدار الجديده كنضحك معاكم شي مناسبه شي عيد ميلاد واقيلا راه هما البنات واقفين لابسين دوك الكسيوات ودوك الشيء يوم حيحي تبارك الله الدراري غزال داك جوطيكس اختي ما بغاتش تسالي الجوطيكس سيليا هي في بيتنا انايا كاع ترول يلا صايب لي عادي لا طاجينات خصهم يتمسحوا ايوا الجوطيكس ديالي انا ما بغاش تساليها ليلى يلاه وصافي باقا تنطوي وباقا تنسته في هذا ماريو سيليا هو باقا باقا كلشي كلشي باقي خليكم اي كرتونه كيف ما كانت تخوات كتجي هنايا كاين اللي مطويين تما برا في البالكون وكاين اللي باقي هنايا عادي نصاوب هاد البيروسيليا باش غنعديو بها انا وياها حتى انا غندير عليه المونتاج غير زعما غير مؤقتا بيد ما شاش دارت كاع رونات الدنيا اله الله وصافي صافي هذا بيتنا حتى هو رونات وحلات هذاك الكوفخ جبدات هادشي كله هنايا انا الكوفوز ديالي تقريبا ساليتو جا بحال هكا باقي ليا غير شي حاجات غادي نحطهم هنايا نقدر ندير غير شميعه ديكور ولا شي حاجه وصافي هادشي اللي كاين هنايا حطيت لي بارفان ديالي اللي كنستعمل بيان سور لي بارفان كاملين من عندي اختي من عندي شاريه ومن عند راسي هكايا صافي هنايا لي بيجو ديالي اللي كندير هكايا وبالنسبه للدريسينغ جا غزال غنوريكم كيفاش جا مازال ما كملتش هاد لي بوكس هادو غادي يجيو الفوق هنايا غندير فيهم شي وراق وشي تخربيق هذا هو الباب الدخله ديال التريسينغ باش نوريكم كيفاش جا غنسد الباب باش نوريكم امور كيفاش جات هنا مور الباب جاو هادو باش شادي ليا الباب حيت ديما كيتزدح على الحيط الو هادوك دابا دايرين ليه القانون دير كنخدمش نيور حبست معاكم هادو شادي الباب هكا سطبل باش كيجي نيشان هنايا جا هاد الاكواريوم ديال عادي راه مازال ما تقادش كلشي 100% صافي كدوروا لهاد الجهه كاين هنا اكواريوم اخر ديال عادل هنايا كاين هاد البلاكار هذا كله سيليا كله بسميت سيليا هنا البلاكار ديالنا حنايا بحال هكا باقي لي هاد لي بوكس هادو غادي ندير فيهم شحال من حاجه اللي كان اللي بغيت نحافظ عليها وغنطلعهم هنايا الفوق والاضاءه ما عرفتش علاش مشات الاضاءه هنايا قلت لكم هاد لي بوكس هادو غادي نديرهم هنايا الفوق صافي وهكا جا الدريسينغ داكشي متيول وغزيول هنايا باقا غنصايب واحد البلاكار اخر غيجي كله ديال الصباب ديال الصباب ديال العراضات وداكشي ملي كنكونوا معروضين يعني الصباب ديال المناسبات وصافي هادشي اللي كاين جيت هنا شوفوا هوز دابا صاحب عادي عطالتي ليا الباكيه ديال هاد هوز هذا وشي بموات اخرين المهم عمر معرمض بموات وشكلاط وداكشي ونوتيلا وهذا ولكن حنا ما كناكلوش الصفر ما تيعجبناش هو الصفر فيه مذاق القهوه دينا عندك مول حانوت اللي حدا الدار بدلناه بهوز حمر بحال هكا خلالنا نفس الكرتونه وبدلنا غير الشوكولا صافي هنايا دابا غنجبد واحد الطابلو ديال القران هو اللي غندير هنايا دابا نلصقو ما وريتكمش لي ستوغ اللي شريناه هما هادو انا غنوريكم فوالا بحال هكا صراحه زوينين جاوني براتيك احسن من الخاميه وملي كيتسدو ما كيبقاش داك الشعاب داك الضوء داكشي بحال هكا
كيهبط فوالا كيجي بحال ما كاينش الشرجم اختي وصافي هادشي اللي كاين. انا اختي ساليت الطابلو ديالي اللي مكتوبه فيه بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. صدق الله العظيم. الناس ما فيهاش البوله صافي رتبتهم بحال هكا هاد الطابلوات لصقتهم مازال صافي شي اللي كاين هادو باقي ما تصايبوش حتى تجي ان شاء الله الناموسيه صافي هكا يا هنايا كاين هاد الكفخ وهنايا كاينه التلفازه لصقناها وليستغرا لصقناهم ديال الصالون ديال بيت الناس بجوج ستي 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 مشغيبه انت يا سيليا. هنايا درنا هاد المرايه هادي صراحه جات زوينه جات ما بين بيت سيليا وما بين الدوش باش كتعطي واحد لي سباس المرايه تيعطيو لي سباس هنايا كينطوه ان شاء الله. هادي بيت سيليا بيت سيليا لا اله الا الله ها نتوما كنقاد ليها كترون ها نتوما صافي حطت لها بحال هكا الطوموبيلات ديالها باقا الطوموبيله الكتريك مازال ما جبناهاش لها شوف يلا زيدي يوبي برافو. هاد السبوره ديالها غيعلقها لها عادي لهنا باش تبقى تكتب فيها صافي بحال هكا حطت لها تخربيزي. دابا كنوريكم عن قرب مبغيتش انا مقربه الكاميرا باش يبان لكم زعما صافي. وهنا دار لها التلفازه ديالها بيان سور هنايا البيرو ديالها حتى يجي البيرو جديد ان شاء الله مع الناموسيه جديده عاد نحيدو هذا. حطيت لها تما لي زيستوار ديالها هذيك لا لومب اللي كتناس بها بالليل هنا هذيك الحصاله ديالها هادشي كله ميني ماوس وميكي ماوس بحال اللي كتشوفوا هنايا ميني ماوس ديالها هاد البوكس حتى هو حطيت انا واحد حطيت لي كوشو لي لانجيت وداكشي اللي غنحتاج هنايا غدا صافي. التلفازه مازال ما تمسحاتش سي عادل راه صاوب الاكواريوم ديالو هنايا في الصالون نوريكم اهو مازال ما قادوش مزيان ولكن الصراحه غزال هذا عجبني انا هنايا انا اللي اختاريت هذا هو اللي يكون هنا باقي ما قادوش مزيان او عادل. وصايبنا هاد الصوره القرانيه بحال اللي شفتو صافي هادشي كله الله يخليكم اللي بقى دابا هنايا ديال الكوزينه يعني ماشي ديال الصالون ماشي ديال شي بلاصه اخرى هنا الدوزان ديال عادل والروينه والحوايج الموسخين داكشي صافي. الكوزينه كنحطو فيها الكوزينه مازال ما قصد حتى شي حد مازال ما حطينا فيه يدينا كنحطو فيها غير الكرتون حيدنا شي كرتون راه طوا حيدو باقيين هادو كنجمعو فيهم داكشي اللي ما بغيناش هادشي اللي كاين سي عادل في الباتري فيبل ديال البريكوما مسافر كيتسناو فينا ديال الناس ديال البريكوما عرفتي من قبل وهم خليهم كيتسناو بقاو فيا مساكن ويلو الشا سيريا ويلو الشا سيريا وي كالتونا كالتونا لا سيلي لقات فاش تلعبتو تقولي الكارتون
حيدي حيدي. لا 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 خلا ديال عمو ماشي ديالنا. صافي دابا عادي لهبطي داكشي اللي حاطه انا في الطوموبيل.